السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو وصلكم نتوما في أحسن الأحوال. اليوم جيت نشارك معكم كيكة جديدة وخفيفة اقتصادية، نتمنىكم تجربوها. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركه الله، كناخذ جوج ديال البيضات مع قبيصه ديال الملح، كنخدموهم مزيان، كنزيدو عليهم كاس تاع السكر، كنبقاو مستمرين في التحريك. كنزيدو عليهم كاس تاع الزيت، كنزيدو كاس نتاع الياغورت، كنخلطو العناصر مزيان. وفي الاخير زدت خمارة نتاع 15 غرام مع قطع من البسكوي والدقيق. قدروا تعوضوا البسكوي بالشوكولات. ومن بعد كناخذوا المول اللي غادي ندخلوه للفران، كندهنوه بالزيت، كنرشوه بالدقيق، كنديروا الخليط وكندخلوه للفران مسخن من قبل على درجه حراره 180. هذه الكيكه بعد ما طابت. وبالنسبه للتزيين، التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا كونفيتير مع الكاوكاو ولا رقائق اللوز ولا نواد كوكو، انا خدمت بالشوكولات. هذه الطريقه اللي زينت بها الكيكه. بالنسبه للتزيين، التزيين كيبقى على حسب اللي عندكم في المطبخ. انا هنايا درت البسكوي في جناب. وبالنسبه للوسط زينت على شكل وريدات.